بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنتعرف من خلاله كيف نقوم باستخراج الرقم التسلسلي للجهاز، جهاز الحاسوب، وما يسمى بالإنجليزية سيريال نمبر أو بالفرنسية نيميرو سيري، والذي قد نحتاجه لغرض من الأغراض. هناك من الأساتذة في المملكة المغربية من يحتاجه للاستفادة من خدمة نافذة 2. نضغط هنا على راية مايكروسوفت أو شعار مايكروسوفت ونكتب هذه الحروف سي و أو إم، فتظهر معنا هذه الأنفيت كومون، هذا هو شعارها. بغض النظر عن اللغة التي تشغلنا بها الجهاز، إنجليزية فرنسية عربية لا يهم، المهم هذا المربع الأسود نختاره. ثم هنا ماذا نكتب في الأنفيت كوموند؟ نكتب هذا التحكم، هذا بهذا الشكل، دولو في و ام و اي و سي و بيوس ثم جيت ثم سيريال نمبر، بهذا الشكل نكتبه. في هذه الحالة أنا جاهز، سأقوم فقط بنسخه بكنترول سي ثم نعود ثم كنترول في، نضغط على أونتري. فهذا هو السيريال نمبر الخاص بالجهاز الذي نرسله الذي باعنا الحاسوب في حالة نافذة 2. شكرا على تتبعكم، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.